حضرت. معانا الفنانة دينا من تكريم الدير جيست. أهلا وسهلا بيكي يا دينا في بابارازي. ربنا يكفيني شر بابارازي. ازيك؟ الحمد لله. ليه كده يا دينا بس؟ امال ايه، انت عايزه حد يجري وراكي؟ انتوا بتجروا ورا الناس. كلميني يا دينا النهارده عن تكريمك في الدير جيست، وخصوصا ان هو تكريم استفتاء اكتر جمهوري. بصي، هو التكريم اللي من الجمهور دايما بيكون اعلى واحلى وبتحسي ان الناس هي اللي معاكي. انا اول مره دير جيست، والحقيقه ان انا سعيده جدا 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 جدا. اول مره دي الله. انا بحبها اصلا، كلنا بنحبها والله. ناويين نشوف دينا ايه في 2016 ان شاء الله؟ هتشوفوا حاجات كويسه. انا بقرا دلوقتي، ولسه ما مش بقرا، بقرا. ولسه ما مضيتش، وان شاء الله ان شاء الله. انت حاسه، انت عايزه يعني تشتغلي ايه؟ حاسه في حاجه ناقصاكي ما عملتهاش؟ عايزه حاجه مختلفه. انا مش عايزه اعمل كل سنه نفس الشكل، ولما بتنجحي في شكل بتبقي عايزه تغيري، وانا عايزه اغير الشكل. بس السينما، السينما يعني هو معروض عليا حاجه لذيذه كده، بس ربنا يسهل. راقصه برضو؟ لا، ما فيهاش رقص. فيهاش رقص. طب ممكن يا دودو تقول لنا حاجه على 2016 لبابارازي؟ كل سنة وانتم طيبين، سنة حلوة عليكم ان شاء الله، كل واحد يعمل اللي هو عايزه السنة الجاية ان شاء الله. دينا ميرسي حبيبتي. حضرت أقوى موقع فني.